المعرض انا جيت فيه لما سمعت عليه ان بيقولوا هنخفض الاسعار وكذا، فانا قلت زي اي معارض اخرى. انا جيت فعلا لقيت القوات المسلحه عامله شغل كويس، بقيت العارضين عاملين شغل كويس قوي، الاسعار هنا منخفضه عن السعر اللي بره من 18 ل 22%. المواطن الغلبان واحنا داخلين على شهر رمضان يقدر يشتري السلع بتاعته بسعر اقل 20%. لو احنا استمرنا على الكلام ده طوال اشهر السنه هيبقى في عندنا كاننا خفضنا الاسعار بنسب لا تقل من 20 ل 25%. بنشارك في السوبر ماركت السنه دي في ارض في قاعه المؤتمرات ارض المعارض بعروض بمنتجاتنا دعما للمستهلك المصري، وبنحاول ان شاء الله نقدم خدمه جيده.